انه فهمنا الفقير بيسرق مشان لقمة العيش. انتو ليش عم تسرقوا؟ هي في ضعرتكم ما بتشبعوا؟ بلا ضمير؟ ها؟ قول لرفيقك يخليني احكي. بدي جاوبك ليش؟ معلش احكي، لانه بعد شوي ما رح يصفى لك لسان لتحكي يا حرامية الكلاوي. شابر انت بتعرف قديش انا بحبك. ولا كيلع شرفك احكي بلا مقدمات وليه؟ لسه بحبك ويا غالي والحكي بتملللي. احكي عصيرة من الاخر. جابر والله مخصوصي جيت من امريكا مشانك، والله مشانك مخصوصي وعمومي وهالقلبندا ما بدي اسمع. فوتي بالموضوع بالمقدمات. لك والله هذا الموضوع الزبدة، بدي الزبدة. وقت اللي انت طلعت من المستشفى لك لسه حكي فاضي. ولك احكي وفوتي بالموضوع بلا ما اساوي جلدك مثل طبل النعرة. ولك هذا هو الموضوع؟ ولك شو بدك احكي؟ شو بدك؟ مستشفى له علاقة بالموضوع؟ ايه مظبوط. ابري على قلبك كملي. وقت اللي انت طلعت من المستشفى انا بايدي نزلت على البنك وحطيت المصاري. شو كمان؟ لا بس تذكير بسيط هاد لحتى لا تشطي ولا تمطي تفوتي بالموضوع قص. يلا ابري كملي. لا قبل ما تكملي طمنيني كيفك لوتي؟ منيحة. أول مرة بسمع عن كلوة منيحة صاحبة مو منيح خاينة. الحمد لله اللي خلصت منها. كنت بتمناها تطلع أصيلة وتعطر مشان تجي تدوري مثل الكلبة على كلوة جديدة لزوجك النس الحرامي. يا جابر بوس إيدك خليني فهمك. أنا ما عرفت باللي صار غير لما اتصلت بالست الوالدة. لك أنا لما شفتك على التلفزيون ربح نمرت لي نصيب طرت من الفرح وناديت لأبو سامي وقلت له تعال شوف هذا الشاب الطيب يلي أعطاك كليته كيف الله أنعم عليه وربحه الجائزة. وفورا اتصلت بأمك لحتى بارك له. بس فاجأتني باللي خبرتني إياه. تاري سامي هو اللي عامل هالقصة. والله بدون ما نعرف لا أنا ولا أبو. أنا أول ما عرفت فورا حجزت بالطيارة وأجيت. أنا ما بيهون علي ما تاخذ حقك وما بيهون علي كمان إنك تظن فينا العاطل. شو تمثيلية جديدة هي؟ شو اللي بيجبرني؟ أنا بأمريكا وما فيك تجيبني. أنا رجعت لحالي. لك أجيت دقيت على باب بيتكم أكثر من 10 مرات وأنا رايحة جاية ما حدا يفتح لي الباب. بعدين لو أنا بدي أنصب عليك شو بيجبرني أعمل هيك؟ قلي. حتى لو كان كلامك صحيح في جريمة. جريمة ارتكب ابنك بحقه لهذا البني آدم وبدكم تدفعوا ثمنه وبصر معي. أنا موافقة، والله موافقة، لأي تعويض بلاقيه هو مناسب. ولك العيلة أنا حبيتها من كل قلبي. مستحيل أقبل يشوفونا وسخين، لأنه والله نحن الضعف. شيلي لي الله على جنب بلا ما أشطك كف أصورك صور هلا. التعويض اللي أنا بقول عليه بدكم تقبلوا فيه، لأنه جابر بيشتغل عندي، وكلمتي هي اللي بدها تمشي، عم تفهمي؟ أمرك أنت وهو. لك أنا عيلة أم جابر مستحيل نضحي فيها. مستحيل. لك والله هدول بحسهم مثل أهلي. لك جابر والله بحسكم مثل أهلي. حاجة تبيعينا عواطف مشلخة وحاجة تبيضي علينا بحكي كبير يستر عرضك. لك انتو شو انتو؟ شو دينكو؟ لك واحدكم بس ينعص بصير أبرأ من الخروف، بتصير الملائكة تشرشر من تمه شرشرة والطهارة تطلع من بنات أدني. بقى حاجة تطلعيلي بهالقصص الفراطة. جابر بده ياخد حقه. لك أنا اللي بدي إياه ياخد حقه. كتير منيح. استنيني هون لكان. جابر أنت أكيد صدقتني. مو انتصار اللي بتخون. سامي ضربه أبوه أنا ومشانك. وأنا ظليت كل الفترة الماضية ما نمت الليل. إني بعرف الحسرة اللي زرعت بقلبك. بس وحياتي اللي جمعنا لعوضك. أنا مستعدة أعمل أي شيء يخلي قلبك يبرد من ناحيتنا. الله يوفقك. سامحني وسامحه لسامي. لك أخوك الصغير وغلط. اشرحي لي أوعيك فواني. شو ها؟ مثل ما سمعتي بدي كليتك بدال كليته.
انت قبلتي باللي بدي اياه، بدي كليتك اختي، بدنا بضاعتنا، مصاري ما عاد بدنا. يلا جابر بوس ايدك، انت اكيد واحد مجنون. مجنون اذا بخليكي تطلعي من هالبيت غير وكلوتك على كفي يا بنت الحرام. جابر بوس ايدك. بلا جابر بلا بطيخ، التعويض اللي بدي اياه كلوتك وراح اخذها، ولا تخافي على روحك، النسبي بياخذوكي على المستشفى وبتعيشي. جابر